دايما بنقول عليها عملية العمر لأنها بتحتاج لدقة وخبرة كبيرة في إجراءها، وللأسف لو اتعملت بشكل غير صحيح تصليحها بيكون صعب شوية. النهاردة هنتكلم عن عملية تجميل الأنف. طبعا عملية تجميل الأنف ضرورية لأن هي مش رفاهية أبدا، بتتعمل لإصلاح عيوب خلقية في الأنف أو لتعديل الأنف بعد الحوادث أو الكسور، وكمان تصليح عيوب الأنف اللي بتحصل مع سن البلوغ زي الأنف المقوسة أو الأنف المفلطحة أو العريضة أو طول الأنف أو الأنف المايلة. كل دي مشاكل بنلاقيها بتحصل مع سن البلوغ. لازم مع عملية تجميل الأنف ناخد بالنا ان احنا بنصلح الوظيفة اللي هي التنفس. لو في مشكلة في التنفس ناتجة عن ميل او اعوجاج الحاجز الأنفي لازم نقيمها بالأشعة المقطعية قبل العملية، ولو موجودة بيكون معانا دكتور أنف وأذن في الفريق علشان بالمنظار يصلح المشكلة دي. فعملية تجميل الأنف مش بس للشكل، كمان الوظيفة. هي طبعا عملية العمر عشان المفروض تتعمل مرة واحدة، لكن لو حصل ان في عملية اتعملت مش مظبوطة تصليحها بيكون صعب شوية لكن ممكن يتم. في درجات بتكون صعبة شوية زي الحوادث او الكسور الشديدة، ودي ممكن تحتاج مراحل، لكن في الغالب عملية تجميل الانف هي عملية العمر علشان المفروض تتعمل صح مرة واحدة.